تعالوا بقى نروح لمنتخب اليد مواليد 2004 اللي في الدور الأول في بطولة العالم المقامة في كرواتيا حقق العلامة الكاملة وتأهل بالفعل إلى الدور الرئيسي. اللي حصل إنه كان فاز في أول لقاءاته على اليابان بنتيجة 40-32 وعلى التشيك بنتيجة 28-22 وعلى أيسلندا بنتيجة 33-30 في ختام الدور الأول، وطبعا هيخوض مواجهتين في الدور الرئيسي والاتنين أتقل من بعض وأقوى من بعض، النهاردة قدام البرازيل وبكره ان شاء الله امام اسبانيا، وطبعا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا. اتكلمنا يا كريم قبل كده وكتير مع حضراتكم في فكره الاهميه او اهميه واعداد الاعداد النفسي في العموم للاعبين، ملف في غايه الاهميه، واللي بيحصل الحقيقه خلينا نقول في الوقت كمان الحالي هو حاجه كويسه جدا، ان انت بتتكلم ان الاتحادات الرياضيه طبعا بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه بتشتغل على مشروع قومي للمعد النفسي، احنا ذكرناه لحضراتكم قبل كده واتكلمنا طبعا في تفاصيله، بس الغرض منه ايه؟ غرض منه ان انت تخرج ناس مؤهلين في التعامل مع اللاعبين في مختلف كمان الالعاب، مش لعبه بالتحديد او غيره. اعتقد ده امر محترم جدا، ودايما احنا بنقول احنا عايزين يبقى في عامل نفسي مهم، عامل نفسي مهم لفكرة ان هو يتم التعامل بيه او على اساسه مع اللعيبة، وكمان يكون الشخص اللي هو بيتعامل في الملف ده اصلا عنده من الكفاءات اللي تؤهله لده، لان انت عارف دايما يقول لك ايه اصلاح، مثلا اديك مثال يعني اصلاح التعليم، اصلاح اي منظومة بيقول لك ان انا هوفر الافضل للتلاميذ، ومين بقى اللي هيبقى القائمين على المنظومة نفسها او القائمين على الملف نفسه؟ الاوقات بيبقوا هم نفسهم محتاجين تدريب، ف انت فاهم الموضوع طبعا، ده مبدا ادي العيش لخبازه بالبلدي كده بالظبط كده، عشان كده لازم تاهل القائمين على هذا المشروع، وبعد كده بالتالي يفيدوا الناس اللي هي بقى المفروض اللي هتتلقى هذا الامر.